قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ، مو أوصل، لا يكفي أن يوصل، بلغ. وشوفوا النبي شنو سوى. النبي في غدير خم حقيقة صنع المعاجز، حتى من الناحية الظاهرية إذا تلاحظون النبي استخدم مختلف وسائل علم النفس، انصح هذا التعبير، مختلف طرق التأثير والإقناع وهز الضمائر وإتمام الحجة، بحيث لا يستطيع أن ينكر منكر ذلك. مو مجرد أوصل، قال من كنت مولاه فعلي مولاه، لا لا لا، النبي في غدير خوم استخدم وسائل حقيقة غريبة لعله في العالم ما لها نظير، في كل التاريخ البشري لعله في حدود علمي على الأقل ما لها نظير. أنتوا دوروا شوفوا له نظير. النبي صلى الله عليه وآله أوقف على رواية 180 إنسان في شدة الحر، منو مستعد يوقف في الحر؟ ولعله على ما يبالي القضية طولت 3 أيام أخذ البيعة من الناس. الإنسان في الحر الشديد في وسط الصحراء ما يتحمل، بس النبي يريد هذا المسمار يدق برأسهم، انصح التعبير، يريد أن يبلغ. بعدين الواحد لا يقول بأنه لا أنا ما سمعت النبي يقول هذا الكلام، لعله كان مقصودا من كنت مولاه، يعني من كنت صديقة. النبي وقف الناس في ذاك الحار وفي الهجير العجيب حتى يقول من كنت صديقة فعلي صديقه، ما له معنى. 180,000 يوقفهم لمدة 3 أيام، يعني بالتدريج الآن راح في شدة حر الشمس. خطبة الغدير طويلة، الكتيب طبع في خطبة الغدير يمكن 30 صفحة 40 صفحة بعبارات شتى، المعروف منها هاي العبارات، بس هي العبارات كلش متعددة، عبارات متنوعة لكي يغلق أبواب العدم، لكي يغلق أبواب الإنكار على أي منكر. ومما استخدمه النبي صلى الله عليه وآله في واقعة الغدير استخدم ما الآن يعتبر من أحدث الطرق العلمية في توثيق العلاقة بين المتكلم والسامعين. هاي الطريقة النبي استخدمها ذلك الزمن. شنو الطريقة؟ كانت غدير خم. غدير خم عبارة عن شيء مثل الوادي، يعني أكو منخفض في الوسط وأطرافه مثل المدرجات. الآن تدرون المدرجات الرياضية تصنع بهذه الطريقة، وذاك الوقت ما كان أكو يعني أجهزة وعلم متطور يصنع المدرجات، لكن النبي بحكمة إلهية انتخب مدرج إلهي طبيعي غدير خم. ليش توقف هنا؟ أسباب عديدة، منها أنه مدرج طبيعي، النبي صار في بطن الوادي والناس هكذا من الأطراف محيطين، فقد أشرفوا بأجمعهم على النبي، حتى واحد لا يقول ما شفت. وإذا كانت الأرض بهذه الطريقة مسطحة كثير من الناس ما يشوفون النبي صلى الله عليه وآله، أما إذا كانت بهذه الطريقة فالكل يشوفون النبي، والكل يشوفون. هاي طريقة أخرى، أنه رفع يد علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام عاليا حتى بان بياض ابطيه، ما شوفوا وسائل التأثير، يعني كله غريب، ما عندنا خطيب يسوي هذا العمل عادة، هيك صعد يده عاليا حتى بان بياض ابطيه، يمكن ما يعد عرفي، لا لا، حتى يبقى في الأذهان. هذا القصد، هكذا أنه النبي يريد صلى الله عليه وآله أن يستخدم مختلف الطرق التي تجعل هذه الحادثة حادثة فريدة لا نظير لها، لا يمكن أن تنسى أو أن يسعى شخص لكي ينسيها.